هذا البرنامج برعاية بنك الجزيرة، مستشارك العقاري، الشتاء والصيف للأجهزة المنزلية والإلكترونية، جريدة الأسبوعية لكل الناس في كل مكان، قناة العقارية، بيوت وحياة، مجموعة الفقيه للاستثمار والتطوير العقاري. عقاريون مع عادل باربا والمهندس أحمد الفقيه. حياكم الله مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونتمنى بإذن الله تعالى تكونوا بصحة وسلامة وعافية. وطبعا حديثنا حيكون بفقرات متنوعة، سواء في مستشارك العقاري وضيف عقاريون والأخبار العقارية. اليوم مستمعينا الكرام حيكون عندنا موضوع جدا مهم، سواء عبر مستشارك العقاري مع المهندس طلال سمرقندي، وكذلك معنا مجموعة من الفتيات لهم مكتب في التصميم الداخلي. حنتعرف على أهمية التصميم الداخلي سواء عبر المنازل أو المنشآت، وعندنا كذلك مسابقة حتطرح من خلالهم عن التصميم لغرفتك أو لمنشأتك أو مكتبك مجانا. كيف؟ تابعونا وحتتعرفوا أكثر وأكثر عبر برنامجنا عقاري. حنطلع لفقرة مع مستشارك العقاري والمهندس طلال سمرقندي، نعود إليكم، ابقوا على السمع، ومشاركاتكم بالتأكيد عبر اتصالكم الهاتفي أو عبر صفحتنا على تويتر ألف ألف أف أم. خلوكم على السمع. عقاريون نصائح عقارية. ابتعد من الأراضي المشبوهة والتي هي مكان نزاع في القضاء، وكذلك الأراضي التي تباع بوثائق من غير صكوك، لكي لا تدخل في دوامة القضاء والبحث عن حقوقك. عقاريون مع عادل باربا والمهندس أحمد الفقيه، مستشارك العقاري. حياكم الله مستمعينا الكرام، وفي فقرتنا المستشار أو ضيف عقاريون والمستشار العقاري، حياكم الله مستمعينا الكرام، وفقرتنا هذه عن استشارة عقارية مع المستشار الهندسي المهندس طلال بن عبد الله سمرقندي عن التطوير العمراني والاستثمار في العقار. حياك الله مهندس طلال. الله حيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكامل الشكر لكم على استضافتي وسمح لي بالإفادة برأيي وخبرتي في الموضوع. الله يسلمك. إذا أردنا أن نتحدث عن الاستثمار وفرص الاستثمار، ما هي الفرص المتاحة؟ هل فعلا هناك العديد من الفرص، أم هناك نوع من المحدودية موجودة حاليا في هذه الفرص؟ الحقيقة للأسف ما في أي فرص للاستثمار غير شيئين، يا أسهم يا عقار. نعم. وحتى الاستثمار في العقار استثمار محدود جدا في الأراضي فقط. أيوة. وللأسف حتى كمان المستثمرين في مجال الأراضي الحقيقة هم أصحاب الشركات، وما بيسمحوا للمواطن العادي إنه يساهم في الاستثمار معهم، فهي محدودة لفئة معينة من الأشخاص هم اللي بيستثمروا وبتزيد إمكانياتهم وثرواتهم، بينما العامة متضررين. نعم. إذا أردنا أن نتكلم فعلا أنه نريد أن نتحدث عن التطوير العمراني، المعنى الحقيقي لهذا المسمى. طيب، التطوير العمراني هو تطوير منتج نهائي قابل للاستخدام. إيش يعني؟ يعني أنه بدل ما أنا أبيع واشتري في الأراضي الخام، وبعد كده أنتظر في النهاية إلى المشتري الأخير هو اللي يطور الوحدة حقته، لا، أنا من البداية يعني أطور الوحدات وأبيعها منتج جاهز. أيوة. في طبعا يعني في لها فوائد كثيرة جدا، أهمها تخفيض السعر النهائي للمنتج للمستهلك أو للمستهلك الأخير أو المشتري الأخير. نعم. الشيء الثاني جمال وتوحيد الرؤية والمنظر العام للحي ككل، هتلاقي الحي كله بالكامل
شكله واحد، الفيلا المحطوطة بشكل مرتب منظم، لما تبنى كلها على مستوى شخص ما مقتدر كصاحب مخطط أو مطور عمراني حيكون منتج مقبول. غير كده توصيل الخدمات، حتكون الخدمات كلها واصلة بالنسبة للمنتج، ما أفضل كل شوية كل ما يجي شخص يبني بيوصل الخدمات له، يعني التكلفة حتقل كثير جدا عندما نسوي مثلا 100 باب غير لما نسوي 10 أبواب، لما نسوي 10 فيلا غير لما نسوي فيلا واحدة، لما نسوي 1000 فيلا غير لما نسوي فيلا واحدة. فالتكلفة بتتوزع على جميع الفيلا، خصوصا لو كان بتتكلم على تقنية صناعة زي مثلا البريكاست وما البريكاست وشادي كلها. لو بدي أسوي أنا القالب على 10 فيلا حيكون تكلفته حيوزع على 10 فيلا، لكن لو أنا بدي أسوي 1000 فيلا حيتوزع على 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 1000 واحدة، فأقدر استفيد من وحتى يصير أصلا ما له سعر القالب. ولكن لما اجي اتكلم على فيلا واحده لا، كل قالب له تكلفته، فيزيد التكلفه بالكامل. صحيح. وبالتالي مستوى المنتج النهائي حيكون اقل مما يكون في تطوير عمراني اكبر. غير كده تصوير الخدمات، يعني انا في احد المعارض كنت بتكلم مع احد الشركات الخدمات، يقول لهم كم تكلفه توصيل الخدمه للارض في مخطط للسماء، يعني في ارض خام، قال تقريبا بتكلف ريال للمتر المربع. نعم. يعني لو أنا عندي أرض مساحتها 1000 متر حيكلفني 1000 ريال، لكن تخيل لو إنه أنا بدي أوصل الخدمة بعد ما أبني حيكلفني من 40 إلى 50 ألف ريال، وبعض الأحيان توصل إلى 60 ألف ريال، لأنه حامل الحفرية لوحدي وحامل الكيبل لوحدي وحامل اللادر لوحدي وأرجع سفلي وأرجع أردم، وفي النهاية يتشوه الشارع. فتخيل لو في عندك أنت مثلا شارع على واجهته 20 وحدة، 10 وحدات على اليمين وعشر وحدات على اليسار، حينحفر الشارع هذا 80 مرة، مرة عشان الموية، مرة عشان الصرف الصحي، مرة عشان الكهرباء، ومرة عشان الهاتف. نعم. وهذه المشكلة. وهذه مشكلة كبيرة جدا. نعم. لكن لما أنا بتسوي كمخطط عام وأطور كتطوير عام، أحفر مرة واحدة. أيوة. كل الخدمات هذه توصل، وكمان لو كان المطور كمان إنسان يعني متفاهم، المفروض إنه يحط هذه كلها في مجرى للخدمات. له أغطية معينة تتفتح وقت التشغيل، وقت الصيانة، وقت زيادة الاستيعابية، وقت الإصلاحات، فهذه مجرى للخدمات. وهذه يعني خاصة لتوصيل بالضبط، يعني ترى تكلفتها مهما هي كبيرة جدا لو انقسمت على الحي بالكامل. نعم. يعني هو عبارة عن مجرى يعني متر في متر، وله فتحات معينة أساس تمر الكوابل تبعك والمواصيل الخاصة تبعك. ترى يعني من أسهل ما يمكن العملية هذه، بس نحتاج اللي يفكر، ونحتاج الشخص اللي يعني صاحب الصلاحية اللي يتخذ قرار بالشكل ده. يعني الآن في قرار إنه لا يسمح ببيع أي مخطط اللي بعد توفير الخدمات. نعم. تمام. لكن نبغى الخطوة اللي بعد كده، لن يسمح ببيع أي مخطط اللي بعد توفير الخدمات من خلال نفق للخدمات أو مجرى للخدمات. أيوة. حتى يعني ننظر إلى ما بعد التنفيذ، نتكلم على التشغيل والصيانة وسهولة التعديل وزيادة الاستيعابية والأشياء. يعني وجود هذا. البنية التحتية ثم بعد ذلك. أيوة. يتم لا وجود البنية التحتية كمان في 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 في, في توصيف لكيفية وجود البنية التحتية. نعم. تمام. هرجع مرة تانية معاك بالنسبة للإيش الحاصل حاليا. نعم. يعني من خلال المؤشر الموجود في وزارة العدل في عام 1435 كان قيمة الصفقات العقارية الموجودة في حدود 100 مليار في مدينة جدة. تمام. قيمة الصفقات التي تمت على الأراضي الخام كانت حوالي 90 مليار، يعني 90% من استثماراتنا كانت كلها في التراب. تمام. وهذا السبب من الأسباب لزيادة قيمة العقارات أو قيمة الأراضي، وبالتالي صعوبة الحصول على الأرض، صعوبة التملك، صعوبة فالتوجه لازم يكون في توجه بالنسبة للكبار المستثمرين العقاريين أصحاب الشركات، إنه بدل ما أقعد أشتري في الأراضي الخام، لا خليني أشتري في أستثمر في المطور. نعم. المنتج المطور. يتخيل عدد الصفقات التي تمت في شراء الشقق كانت 5 مليار وحوالي 400 مليون. نعم. عدد الاستثمار والصفقات اللي تمت في الفيلا كان في حدود المليار ونص أو مليار و700 مليون. طيب يعني تتكلم على أقل من 10%، وباقي الصفقات كانت في المنتجات الأخرى كلها في الأراضي. إحنا بنتاجر في التراب، إحنا بنرفع. نعم. قيمة. نعم. التراب المفروض يختلف الكلام ده كله، يعني لازم ننتج ورفع قيمة التراب بيأثر كذلك على قيمة هو فقط بيفيد تجار العقار فقط. نعم. إنما المواطن النهائي متضرر 100%، الوطن متضرر.
كيف؟ متضرر لأنه قيمة العقار ارتفع. الآن الوزارة اللي كانت توفر مساكن وجدت إنه في نعم. في يعني تضخم كبير جدا في 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 عملية التطوير العمراني. أي. وبالتالي المبلغ اللي كان مرصود لتوفير وحدة أصبح فيه صعوبة كبيرة جدا إنك توفر وحدة سكنية بالمبلغ المرصود عندك. نعم. تمام. نعم. فغير كده حتى اللي بده يأخذ القرض المواطن العادي لما بده يأخذ القرض ما بيكفيه. إنه 500,000 عشان 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 أطور هذا لسه قيمة الأرض زي ما عندي قيمة الأرض فبدأوا يحطوا حلول إنه القرض المكمل والقرض المعجل لكن في الأصل هو الاستثمار في الأراضي الخام. أنا أتمنى إن شاء الله دحين النظام حق رسوم الأراضي البيضاء هذا يخفف ويحد بشكل كبير جدا لأنه من ضمن النظام هذا مش بس الرسوم إنه إذا لم يتم تطوير الأرض خلال مدة محددة في 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 إجراءات أخرى طبعا ما 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 تم تفصيلها كلائحة تنفيذية للآن ولكن من ضمنها إنه يعني يجبر للبيع إذا أنت والله ما تبى تطور يعني ما تترك الأرض فاضية لأنه أنا بعد كده حضر إنه وصل خدمات تترك الأرض هذه فاضية وصل المدينة تضطر وصل خدمات لخارج المدينة فالتكلفة تصير أكبر بكثير بالنسبة للدولة فإن شاء الله أتمنى هذا لكن أنا أتمنى الحقيقة من أصحاب الشركات العقارية والأصحاب رؤوس الأموال إنه يعيدوا التفكير في طريقة أدائهم. لازم نشتغل في التطوير العمراني التطوير المتكامل تمام وحتى لما نشتغل في التطوير العمراني كمان لازم نشتغل في التطوير أنوع أنواع التطوير مو كل نتجه مساكن مو كل نتجه أسواق تجارية في خدمات أخرى البلد تحتاجها في إحنا في جدة مثلا في عندنا وهذا اللي أريد أن أتكلم عنه الفرص الاستثمارية الأخرى في العقار إيش هي يعني إذا ذكرتها محدودة لكن نريد فعلا أن نفتح آفاق في الاستثمار الآن شوف الاستثمار في العقار ما بغير كل واحد يشتري أرض بذاته ويرجع يبيعها مرة تانية تمام وبالنسبة للأراضي الخام الكبيرة هم كبار التجار العقاريين للمسلمين طبعا يعني الواحد يعني ما يحسدهم بالعكس هذا حق من حقوقهم ومن يعني بارك الله لهم ويبارك عليهم إن شاء الله في 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 ما يستثمروا لكن إحنا بنتكلم على على على, على فتح الفرص للجميع تمام بنتكلم إنه يجب أن الوطن يستفيد يجب أن المواطن يستفيد فبالتالي إحنا بنقول إنه لازم يكون التوجه أول شيء للتطوير العمراني المتكامل هذا واحد رقم اثنين برضو إنه ننوع نوعية التطوير يعني مو كلنا نتجه سكن 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 أو مراكز تجارية ما عندنا غير سكن ومراكز تجارية صحيح طيب ليش ما نخش في في في, في الاستثمارات الأخرى يا أخي إحنا محتاجين بالنسبة المستشفيات أي. إحنا في عندنا نقص في مدينة جدة حوالي 1200 سرير خلينا نتوجه للمستشفيات نتوجه للمستوصفات المستوصفات المتخصصة أو المستشفيات المتخصصة يعني في عندنا المستشفيات المتخصصة في علاج القلب علاج التوحد علاج العيون علاج الأسنان كل ما تخصصنا كل ما زادت الدقة وكل ما زادت الإنتاجية بشكل أحسن يعني في موضوع تاني كمان يعني جات فترة الحقيقة مباني مكتبية الآن تقريبا حوالي 30-40% من المباني المكتبية الموجودة في جدة كلها فاضية برضو كمان موضوع المباني المكتبية هذه يعني لازم ننوع يعني ما في جدة كلها بالكامل ما فيها غير حلقة واحدة في شرق جدة طيب الآن جدة أصبحت مدينة كبيرة جدا صحيح. يعني نحتاج يمكن حوالي 6-7 حلقات خضار شو اسمه ده موزعة حسب البنجلة السكانية وكذا بنجلة الأسماك الخدمات الأخرى الخدمات التعليمية يعني حسب الإحصائيات موجود يمكن حوالي 50-60% من المدارس كلها في مباني مستأجرة ما هي مصممة أصلا كمدارس طيب ليش إحنا ما نستثمر في مجال التعليم وطيب من المسؤول أو المتدخل أو ممكن يحل مثل هذه المشكلة هل هي الجهات الحكومية أم القطاع الخاص لا هو شوف هو المسؤولية ما أقدر أقول والله شخص ما مسؤول لكن هي منظومة متكاملة نعم. يعني على سبيل المثال الأمانة هي مسؤولة عن وضع مخطط استراتيجي للمدن والقرى تمام أنا أحط مخطط استراتيجي وأقول والله أنا هذه التخطيط العام تبعي هنا هيكون المطار هنا هيكون الميناء هنا هيكون محطة القطارات الرئيسية هنا هيكون هنا الجامعات هنا كذا وبناء عليها أقول والله أنا حوزع المنطقة هذه للأمور الصحية المنطقة هذه للأمور الترفيهية هذه للأمور الثقافية طبعا موضوع مخطط استراتيجي احنا نتكلم على انه مش مخطط استخدامات اراضي فقط لا مخطط استراتيجي معناه انه لازم تراعي الامور الاقتصاديه الامور الاجتماعيه الامور الثقافيه الامور الدينيه لهذا وتوزع مكانها بطريقه حسب المعايير التخطيطيه العالميه بحيث انه كل واحد يعرف بالضبط ايش حيصير في المكان ده وبالتالي تبدأ تقود العملية تروح مثلا الغرفة التجارية تقول لهم تعالوا يا جماعة انا هذا المخطط الاستراتيجي تبعي وجدة عندها نقص
في المستشفيات، هذه أماكن المستشفيات. نعم. يجيبوا لي مستثمرين، صدقني حتلاقي التجار يعني حيتسارعوا، لأنك أنت بتديهم فرص فعلاً. وتحددت الأماكن اللي فعلاً فيها حاجة، اللي فيها حاجة وتتوافق مع تخطيطك، بدل ما أجي مع كل واحد يجي هو بنفسه يقولك لا والله أنا أبغى أسوي مدرسة هنا. طب يا أخي أصلاً الشارع صغير وضيق، يروح يدور وساطات ويطلع الترخيص، عنده نقص في في, في مواقف السيارات ويطلع الترخيص. نعم. تمام. وفي النهاية نلقى مشكلة. كل الشكر لك مهندس صلال على حديثك الشيق. الله يسلمك. وكذلك ابقوا معنا مستمعين الكرام، وما زال في حلقتنا بقية. عقاريون، نصائح عقارية. لا تتملك أرض فيها غرفة كهرباء مهما كانت المغريات، فالصحة أهم بكثير من توفير المال، واعلم أنها صعبة التداول من بيع وشراء. عقاريون مع عادل باربا والمهندس أحمد الفقيه. عودة لكم مستمعينا الكرام، ونحن الآن في فقرة أخبار عقارية وأبرز العناوين خلال هذا الأسبوع مع الخبير العقاري المهندس أحمد الفقيه. حياك الله مهندس أحمد. حياك الله أنت وجميع مستمعي مستمعات إذاعة ألف إف ألف إف إم المطمئن. يا أهلا فيك. وطبعا إلى العناوين، الإسكان تطلق نظام إيجار بعد 6 أشهر، و40% من الشركات العقارية تعزف عن المعارض بسبب الركود، وأسواق العقارات العالمية تترقب مزيدا من الاستثمارات في 2016. وكامل يتكفل بحل مشكلات إصدار صكوك للشقق، نشوف. ولجنة الإسكان تدعو لتأسيس مكتب بالأمانة لخدمة المطورين. والإسكان إيجار سيضبط الأسعار ويوفر سجلا ائتمانيا للمستأجر ويربط بسداد. وفاينانشال تايمز، عقارات دبي الأكثر جاذبية في المنطقة. وخلف هذه العناوين بتأكيد هناك من تعليق مع المهندس أحمد الفقيه. حياك المهندس أحمد. الله يحييك. بالنسبة نبدأ بخبر الإسكان تطلق نظام إيجار بعد 6 أشهر من الآن. نعم. طبعا في تفاصيل الخبر أن العملية في الإيجار لن تكون بالطريقة التقليدية اللي نعرفها الآن، والتي ينتج عنها الكثير من الضبابية، بمعنى أنه هي على أكثر من صعيد تجد. فمثلا هناك عملية تحصيل الإيجارات بتكون فيها صعوبة وينتج عنها مشاكل نتيجة عدم دفع الإيجارات. أيوة. هذه من جهة. من جهة ثانية ارتفاع الإيجارات نفسها بطريقة غير منطقية أيضا. نعم. ولا تستند إلى خلينا نقول إلى معايير معينة. من جهة ثالثة لا يوجد بنك معلومات لدى صانعي القرار عن حجم الإيجارات وحجم الائتمان للناس وقدرتهم على الدفع وأين تدفع ومتى وكيف. نعم. هذا النظام الجديد سيجعل من الإيجار شبكة مترابطة تربط أيضا عن برنامج كمبيوتر يسمى شموس مع وزارة الإسكان، بالتالي لا يستطيع أن يبرم العقد، سيكون بالتأكيد موحد عقد الإيجار، وبالتالي وحيكون هناك سجل ائتماني للمستأجر، بمعنى أنه لو كان متعثر سابقا يستطيع أن يعرف المؤجر من البدء أنه مدى يعني التزامه من عدمه. هذا أيضا سيفضي النهاية إلى تنظيم كبير جدا لسوق الإيجارات ولجمع معلومات هامة جدا للمستثمرين ولصانعي القرار على حد سواء. نعم. من ناحية الملاءة المالية، من ناحية مشاكل اللي ممكن تحدث، من ناحية أيضا قرار منتظر من وزارة الإسكان قريبا، وهو قرار تفعيل جمعية اتحاد الملاك، وهذه مهمة جدا ستكون مكملة لهذا الموضوع. فهو قرار في السياق صحيح وخطوة مميزة جدا من وزارة الإسكان، نتمنى إن شاء الله نراها على أرض الواقع سريعا بإذن الله. لدينا الخبر الثاني وهو عزوف 40% من الشركات العقارية عن المعارض، وهذا طبيعي جدا لأنه أنت تعرف فترة الركود الكبيرة جدا اللي دخلها السوق جعلت من كثير من الشركات تشد الحزام وتقلل من مصاريفها، والمعارض هي أحد هذه المصاريف. أيضا لدينا خبر عن أسواق
العقارات العالمية ترقب مزيدا من الاستثمارات 2016. كما تعلم أن العالم بشكل عام يمر بحالة ركود عقاري وليس السعودية فقط. ودائما وأبدا لما تكون هناك يعني مشاكل سياسية أو حروب أو خلاف، دائما تجد جهتين هي تعتبر الملاذ الآمن، نعم، وهي العقار بالدرجة الأولى والذهب بالدرجة الثانية. فنعتقد أنه الانزعاج سيكون جزء منه بسبب هذا الأمر. نعم. لدينا أيضا لجنة الإسكان تدعو إلى تأسيس مكتب خاص للمطورين، وهذه أيضا خطوة ممتازة، لأن المطورين يعانون كثيرا من الكثير من المشاكل التي جزء منها مرتبط بالعمالة التي لا توفرها وزارة العمل بشكل كافي، جزء مرتبط بالبلديات وخلافه، والكهرباء والخدمات. إنشاء غرفة أو جهة محددة تحل المشاكل سريعا يفضي إلى إن شاء الله ازدهار سوق التطوير قريبا بإذن الله بعد تأثير. آخر شيء، الشيخ صالح كامل يتكفل بحل مشكلات الشقق التمليك وصفوكها لدى الأمانة. للأسف أن هذه المشكلة تعاظمت وكبرت لحد ما وصلت أن كثير من المواطنين تضرروا من هذا الأمر نتيجة الصعوبات الكبيرة لهذه المعاملات لدى أمانة مدينة جدة. ولا أدل على ذلك أن الأسبوع الماضي كان هناك ورشة ويحضرها من مسؤولين، نعم، من الأمانة، وللأسف لم يحضرها. ولكن يشكر الشيخ صالح كامل على المبادرة، نتمنى أن نراها برضو على الواقع، لأن هذه مشكلة كبيرة تحتاج تضافر جهود كبيرة لإنهائها. وأخيرا تحدث عن عقارات دبي ولماذا هي أكثر جاذبية في المنطقة. عقارات دبي لديها نظام شفاف أو أنظمة شفافة، لديها تكاملية مع التمويل والبنوك، ولديها أيضا أن الكثير من مشتري العقارات يعطون الإقامة الدائمة في هذه الإمارة، نعم، بالإضافة إلى جاذبيتها التجارية المعروفة والمعارض وخلافه والبنية التحتية الكبيرة جدا والتسهيل للمطورين والمستثمرين على حد سواء. هذه كل العوامل بالإضافة إلى خلوها من الضريبة، لأنه أيضا وجهتها العالمية، بمعنى أنه إذا كانوا مستثمرين سواء من روسيا أو من بريطانيا أو من الهند، السبب الرئيسي هو خلوها من الضرائب مقارنة ببلدانهم. فهذا السبب، ونتمنى إن شاء الله نحن نرى يوم من الأيام وهذا البلد والوطن المعطاء هو الوجهة الأولى إن شاء الله للمستثمرين. يا رب. أشكرك مهندس أحمد الفقير خبير عقاري لإعطائنا إضاءات حول العناوين الموجودة والحديث عنها. شكرا لك. شكرا. أذكركم بسؤال اليوم، مسابقتنا المقدمة جوائزها من الشتاء والصيف لعالم من الأجهزة، وتقدم كذلك دائما في كل حلقة من حلقات برنامج عقاريون أجهزة منزلية وكذلك إلكترونية، إضافة إن مؤسسة الشتاء والصيف بتقدم أيضا التوصيل والتركيب مجانا. عالم من الأجهزة أكيد، لكن ماذا تقدم الشتاء والصيف؟ أجهزة طبية أم منزلية؟ بالتأكيد الجواب معروف، احنا بننتظر مشاركاتكم، وحيكون معنا فائزين اثنين سيقدم لهم أجهزة مقدمة من الشتاء والصيف. فاصل ونعود مع ضيفة مهندسة في التصميم الداخلي ومسابقتهم الرائعة، قدم لكم مجانا هديتها، لازم نعرف، لكن ترقبونا بعد هذا الفاصل. عقاريون، نصائح عقارية. عند اتخاذك لقرار شراء منزل ابدأ بالتوفير، حيث يجب أن يكون لديك سيولة كافية لتأمين الدفعة الأولى للمنزل والتي عادة تصل إلى 20% من سعر المنزل، بالإضافة إلى التكفل بمصاريف نقل الملكية وعباء المحامي وغيرها. عقاريون مع عادل باربا والمهندس أحمد الفقيه. حياكم الله مستمعينا الكرام، وكما وعدناكم في فقرتنا وضيفتنا في برنامج عقاريون، حنعرف بمكتب يقدم التصميم الداخلي، ونتعرف عن أهمية التصميم الداخلي في منازلنا، في مكاتبنا، في منشآتنا، وكيف أنه إحنا بنستغل هذه الأشياء والفراغات اللي موجودة، يعني استغلال أمثل. التعريف
بالمكتب اللي حيقدم لنا أيضا فكرة جميلة جدا وأفكار رائعة لتصاميم أروع. نتعرف أول حاجة ونتشرف بوجود المهندسة غصون سرحان، وهي طبعا بكالوريوس تصميم داخلي وماجستير عمارة داخلية بمكتب كيمار. حياك الله المهندسة غصون. أهلا وسهلا. طبعا بداية وإحنا بنتعرف عليك بنتعرف كذلك على هذه المهنة الجميلة اللي يمكن الكثير يمكن ما يعرف إيش تفاصيلها، ياريت تعرفينا بيها من خلال مكتبكم. مهنة التصميم الداخلي مهنة حديثة على المجتمع السعودي يمكن، أو ما مو كل الناس تعرف عنها. أيوة. أو تعرف إيش هي، إيش الفرق بينها مثلاً بين الديكور، أو ليش أنا أجيب مصمم داخلي. المهنة هي عبارة عن حلقة الوصل بين المعماري وبين الديكور. أيوة. خلينا نقول يعني هي اللي تجمع بين الاثنين، توفق الأفكار، هي يعني هذه هي بالضبط لب المهنة. نعم. إذا كان نحن عرفنا الأهمية، بالتأكيد إنه الواحد الدور اللي بيقوم به المصمم الداخلي. بالنسبة للتصميم الداخلي يعني عالميا المفروض المصمم الداخلي يكون موجود من بداية المشروع، من بداية التصميم، من بداية المعماري ما يبدأ يشتغل في الخرائط. المصمم الداخلي المفروض يكون ضمن فريق العمل. بس مع الأسف يمكن عشان يعني إحنا حديثا بدأنا يعني نتعرف، أو يعني البنات بدأوا أو الناس بدأوا يفهموا أو يدخلوا مجال التصميم الداخلي، فإلى الآن نحن مثلا بنيجي بعد مثلا ما بيخلص المعماري، بنيجي بعد ما ينتهي البناء ويشطب وكل شيء. هل ممكن أنكم تحطوا الفكرة في البداية وبناء عليها المعماري بيبني؟ لا، ولا هو بعد المعماري هو مع بعض. هو المعماري طبعا بيبدأ بحط الفكرة، نحن بنبدأ يعني مثلا النقاط اللي احنا نذكرها تكون في التوزيع الداخلي، أهمية الفراغات للعميل، احنا بندخل في التفاصيل تفاصيل 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 في حياة العميل، بالنسبة مثلا للبيوت أو المكاتب الشخصية، بالنسبة للأشياء المنشآت العامة بندخل في راحة العميل، كم عدد الناس اللي بيستخدموا المكان، يعني بنحاول انه نجمع كل الداتا هذه وبنبدا نشتغل عليها. نحن نشتغل على توزيع الفراغات. أيوة. على المساحات، على كل حاجه مع جنبا لجنب مع المعماري المفروض. نعم. يعني احنا لو حبينا نتكلم عن البدايه والنهايه فين يبدا وفين ينتهي؟ يبدا المفروض يبدا مع المعماري، بس طبعا اذا بدانا مع المعماري حيكون الريزولت او النتيجه إن شاء الله يعني مشيئة الله 100% كويسة. إذا بدأنا بعدين حتكون مثلا 50 إلى 80%. إذا بدأنا بعد ما تم إنشاء المنشأة واشطبت وكل شيء، هنا حيصير المنتج النهائي يعني نقدر نساعد فيه بنسبة مثلا 20% فقط. نعم. متى انت طبعا يعتمد، إذا جاك العميل يقول لك أنا أبغى بس تصميم، حيكون حينتهي بعد ما تنتهي من التصميم. إذا جاء تصميم وإشراف على التنفيذ، احنا ننزل نشوف الاشياء وهي بتتنفذ. نعم. اذا جاء تصميم وتنفيذ واشراف على التنفيذ، فطبعا هذه من بدايه المشروع لين نهايته لازم احنا نكون متواجدين. طيب جميل، انا ابغى اتكلم فعلا اهميه التصميم الداخلي. في بعضهم يقول يا شيخ يعني العمليه كماليات، يعني بالزبط. هل هي كماليات ولا فعلا احنا ممكن من خلال التصميم الداخلي نستفيد من اشياء يمكن ما كنا ننظر لها انه ممكن يعني تكون ذات فائده؟ طب انا حذكر لك مثال. أيوة. مو تلاقي بعض الاحيان في البيت شايلين لمبه مثلا محطوطه بسبوته كده قاعده. أيوة. على كنبه شايلينها الناس، بيقول لك بتسوي لي حراره على راسي. صحيح. بعض الاحيان بيقفلوا فتحات المكيف، يقول لك بيخبط في وجهي، سوالي زكمه، ما عارف ايه. اذا ما كان في اصلا، اذا ما في التصميم المصمم الداخلي، التوزيع الاثاث ما حيكون يعني 100% متفكر فيه ومحطوط او يعني محسوب مع البروسيس حق التصميم. بالتالي بيجوا بس بيفرشوا، طب انا هنا دحين عندي لمبه فوق راسي يعني معلش بتاذيني، فبيشيلوا. لو انا موجوده من البدايه، لا انا ما ححط مثلا لمبه مباشره، ححط لمبه مخفيه. نعم. المكيف في موضع معين مناسب. الألوان بعض الأحيان في. أيوة. بعض الناس تنرفزوا من بعض الألوان يعني. نعم. فأنت لازم تعرف هذه الأشياء جوة الشيء اسمه في سيكولوجية للألوان. يعني إحنا بندرس سيكولوجية الألوان، لما أنت تكون في مكان فيه أكتيف وتحتاج حركة بنحط ألوان حار، يعني ألوان اللي هي. نعم. يسمى ألوان الدافئة.
غرفة المعيشة غير النوم غير المطبخ غير هذا كله يعني. طبعا بيختلف هذا كله فعلا يتبين هنا عندنا التصميم الداخلي وتوزيعات اللي ممكن تكون سواء الأثاث أو حتى كذلك الأجهزة ممكن فين تكون موجودة بالضبط مكابس الـ 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 أيوة. الـ اللي هي البلوكس حقة الكهرباء أماكن اللمبة يعني بعض الغرف يحتاج أنك تحط مفتاح لمبة عند الباب وجنب مثلا السرير ناس تحب مثلا تفتح أيوة. وتكفل من هناك عندك كبار في السن ما يقدروا يقوموا كل شوية نحن لازم نعرف مين بيستخدم الفراغ ومين اللي بيسكن في البيت هذا في كبير للسن في طفل في رضيع في امرأة زي كذا بالضبط يعني. احنا جميل. هذا كله بناخده في عين الاعتبار يعني احنا نحب انه فعلا يكون في تثقيف كيف يتم من خلال مكتبكم مكتب كمار والله نحن عندنا احنا عندنا شوية نصائح ممكن نعطيها للمستمعين ايوه لما تروح عشان تختار خامات حمام او المطبخ الله يكرمكم يعني نعم لازم تدور على حاجة مضادة لنمو البكتيريا نمو الفطريات ما تمص الموية مانع للانزلاقات مثلا اذا في دهانات في المطبخ مانع للالتصاق تكون في إضاءات كافية على أسطح العمل إذا كان في كبار السن في إكسسوارات خاصة لكبار السن تتركب وتتركب صح وفي مكانها الصح ما أيوة. تتركب كده اعتباطا لأنه نعم. ما حتساعده إذا تركبت اعتباطا ممكن برضو العزل مرة شيء مهم هذا طبعا اللي بياخد باله منه مثلا معماري بس نحن بنأكد عليه لأنه مهم 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 في هذا والله المعلومات جدا جميلة ومهمة أنا عن نفسي يعني استفدت بشكل شخصي وأتمنى المستمعين يستفيدوا إذا كان لكم حساب يعني خاص وفعلا هذا الحساب حيفيد الكل يعني نحن عندنا حساب على الانستغرام كمار ديزاين أندرسكور إي إس تي K-E-M-A-R Design D-E-I-G-H-I-G-N طبعا حسابكم أيضا مذكور عندنا على ألف ألف FM اللي حاب أنه يرجع عشان يتأكد من الأكاونت وعندنا برضو مسابقة عاملينها أن تصور غرفتك أيوة. تعمل لنا هاشتاج جدد مكانك يا سلام جدد أندرسكور مكانك وإحنا حنشوف الغرفة طبعا حط لها ميزانيتك نوع الغرفة أنت إيش حابب تعمل فيها وإحنا حنساعدك إنه أنت تصمم هذه الغرفة والله مبادرة رائعة من مكتب كمار والكل يعني ممكن إنه يشارك في المسابقة إنه يصور الغرفة أو مكتبه ويرسل على الانستغرام هو ينزل على الأكاونت حقه هو في الانستغرام أيوة. ويكتب تحتها هاشتاج جدد مكانك جدد مكانك. أندرسكور مكانك نعم. عشان إحنا لما نبحث عنه نقدر نلاقي الصور هذه أيوة. ونقدر يعني نعمل فرز ونبدأ يعني نعمل له تصميم ممتاز جدا أنا أشكرك مهندسة غصون سرحان على حقيقة وجودك وإعطائنا هذه المعلومات المهمة الرائعة الشكر لك مستمعينا هذه الحلقة حتكون أيضا مسجلة وموجودة على صفحتنا في اليوتيوب بالإمكان الرجوع لها والاستفادة والاستفادة كذلك من حسابات مكتب كمار المهندسة غصون كذلك دائما أول بأول بينزلوا الصور والأشياء اللي ممكن أنهم ينفذوها لكم كل الشكر والتقدير لكم ولكذلك لفريق البرنامج ثروة أباضة وسلمى قمحاوي وكذلك الزميل بسام حفني تحية مني أنا عادل برباع في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج برعاية بنك الجزيرة مستشارك العقاري الشتاء والصيف للأجهزة المنزلية والإلكترونية جريدة الأسبوعية لكل الناس في كل مكان قناة العقارية بيوت وحياة مجموعة الفقيه للاستثمار والتطوير العقاري